السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكابتن حسام. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تدعموا القناة عن طريق الضغط على زر الإعجاب والمشاركة بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم المحتوى الجديد أولا بأول، وأرائكم تهمنا في التعليق. طبعا إذا كنتوا فاكرين النص السمك ده الكفتة اللي احنا كنا عاملينه من رينا، احنا هنشويه. كنت عاوز انا احشيه جبنة رومي واشويه، هيبقى لذيذ جدا لان مجربه قبل كده بالتونة، بس طبعا ما نزلتوش فيديوهات. فانا دلوقتي هشويها، طبعا هشويها على الفحم كده عادي، وان شاء الله تطلع جميلة جدا. بس لازم اشمعها بزيت زيتون، اللحمة ديت بالذات. في لحمة محتاجة تشمع بزيت زيتون، في لحمة مش محتاجة تشمع بزيت زيتون. لو انتم متابعينا كده اصدقائي واحبائي في كل مكان، انا حبيت اغير من النظام بتاعي شويه. انا كبرت البفتيكيا بحيث ان البفتيكيا تبقى زي البفتيكيا اللي هم بيعملوها الكفته، اللي هم بيعملوها بتاعه اللحمه، لان هم بينزلوا المرد او بينزلوا الطلب، بينزلوا حتتين في الطبق، وبيبقى كده الطلب بيبقى على بطاطس مقليه، وبيبقى هو كده ده الطلب بتاعهم. فانا حبيت طبعا ان انا اعمل حتى اجرب لحم السمك لما يكون الكفته تخينه السوي، وهيبقى عامل ازاي، هيستوي ازاي معايا على النار، واشوفه هيستوي من جوه ولا لا، واجرب الحاجات دي كلها. طبعا زي ما انتم شايفين كده اتعمل راس حلوه، وشمعتها بزيت الزيتون عشان تستوي، وطلع النار الاول، عليت النار ونظفت طبعا السخاره بتاعتي او الشوايه بتاعتي، نظفتها كويس، وبعدين وطيت النار واحدة واحدة، وسايب الكفتة تستوي على نار هادية عشان ما تتحرقش من بره، ومن جوه تبقى مش مستوية، فلازم تستوي على نار هادية بحيث ان هي تستوي من جوه. وتابعونا زي ما انتم تابعتنا كده. انا بسوي الكفتة اللي طبعا عملتها كتيرة، والاتنين مسويها على نار هادية خالص، وطبعا هي دلوقتي بقى كده في الطريقة ديت، وتخنت الكفتة هتحتاج ضعف الوقت. انا قبل كده كنت بقول لكم بشوي الحاجة مثلا في خلال مثلا 10 دقايق من 10 دقايق، ده ريحتها تقريبا 20 دقيقة عشان تستوى كويس، وعليت النار سنة بعد ما حسيت إن هي بدأت تستوى من جوه عشان تبدأ تشمع بس من بره. طبعا زي ما انتم متابعينا كده الكوخ بدأت تستوى، وأعرف إزاي إن هي بدأت تستوى، بشوف اللون من هنا على الحواف بدأ ياخد لون. لما بيبدأ ياخد اللون على الحواف أعرف إن هي استوت، يعني دي لسه ما استوتش، ودي لسه ما استوتش، ودي لسه ما استويتش. الاثنين دول قربوا يستووا، يعني دلوقتي هطلع ديت هلاقيها مستويه من تحت. يعني اهم حاجه الحرفنه في اللي يعرف ان الحاجه استوت ازاي على النار. وكده يا اصدقائي ده شكل الكفته بعد ما خلص. زي ما انتم شايفينها كده استوته جميله جدا. الست قطع دول مالين الطبق، يعني قطعتين يطلب في الطبق زي ما قلت لكم قبل كده. اتمنى الفيديو عجبكم، واتمنى دايما تشير الفيديو وتشاركوه، واتمنى ان تدعمونا دايما، وان شاء الله برضو ندعمكم وهنكون موجودين معاكم ان شاء الله في كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.